احنا اللعابة كنا في الدوحة ما كانش عندنا واحد الاحساس بان درنا هادشي كامل للشعب المغربي ولسيدنا شو الله ينصروا لنا. اين وصلنا للمطار شفنا الشعب كامل يتسنى فينا هنا، في الدراري كاملين حسوا بان درنا واحد الحاجة اللي كبيرة. الحمد لله كان واحد الاستقبال لأي واحد كيتمنى أنه يكون في هاد البلاصة، فحصل لي الشرف الحمد لله. وبهاد المناسبة كنتمنى أننا نكونوا ما خليناش الجهد ديالنا، ما هبطناش إيدينا كيف ما كنقولوا. فهذه هي الكرة كيف ما كيعرف الجميع. فالحمد لله نجد فخور بزاف اللي حققنا، وفهذه هي البداية ديالنا، وإن شاء الله مازال كيتسناونا استحقاقات قادمة أننا نزيدو نشتغلو عليهم إن شاء الله باش نزيدو نعطيو واحد الصور ديال للكرة الإفريقية وللمغرب خاصة. وإن شاء الله also for the people today, everybody. لقد ساندتنا الجماهير المغربية في قطر وفي كل أنحاء العالم. They help us also in Qatar. I think all the games like لقد لعبنا وكأننا في بلدنا. ما شاء الله. only كما كان الاستقبال اليوم like متميزا جدا. So I want to thank everybody, all the Moroccans around the world. الله يحفظكم. شكرا بزاف. We love you. الاستقبال نتاع سيدنا الله ينصره اليوم لأعضاء الفريق الوطني المغربي لكرة القدم سيبقى يوما راسخا في تاريخ الرياضة المغربية بالصفة عامة وفي تاريخ كرة القدم الوطنية، لأن صاحب الجلالة نصره الله كان دائما راعيا للرياضة والرياضيين، وكان دائما وراء دعم الشباب من أجل التألق. والفريق الوطني اليوم المغربي لكرة القدم بهذا التألق في مونديال قطر 2022 بطبيعة الحال يحظى بهذا الاستقبال الملكي السامي الذي يحمل أكثر من دلالة مشبوعة بكل المعاني التي قلتها سابقا، وهي العناية الكاملة والدائمة لصاحب الجلالة للشباب والرياضيين. والمغرب بهذا الإنجاز أثبت ريادته على الساحة الإفريقية والعربية والمغاربية، وأثبتت هذه الانتصارات يعني رسخت والحضارة المغربية عبر القرون، وهي حضارة كانت دائما تجمع مختلف الديانات ومختلف الحضارات، وهذا ما عبرت عنه الجماهير في جميع أنحاء العالم. وأعتقد بأن تتويج كل هذا اليوم جاء بهذا الاستقبال الملكي السامي، والذي كما قلت يعطي مرة أخرى العناية اللازمة والضرورية للعناصر الرياضية وللشباب الرياضي. واليوم الجميل في الأمر بحضور الأمهات نتاع اللاعبين، واللي معظمهم يقطنون خارج أرض الوطن، ومرة أخرى يجسد المغاربة هذا التلاحم بين المغاربة أينما وجدوا وملكهم وعرشهم. وهذه هي تقاليد الشعب المغربي العظيم الذي يقوده ملك عظيم. On a fait une coupe du monde de qualité, mais on a surtout montré de لقد أثبتنا جدارتنا ومستوى متميز في كأس العالم، كما أبرزنا قيم المغرب الإنسانية، وهذا ما مكننا في اعتلاء أعلى المراتب خلال هذه المنافسة الكروية. كما أشكر الجميع وكل من شارك في هذه المنافسات، لاعبون والطاقم والجامعة، وبالخصوص صاحب الجلالة الذي بفضله كان هناك لاعبون من خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واليوم هي صفحة جديدة تكتب في تاريخ كرة القدم المغربية، وما هذا سوى بداية في كتابة صفحات أخرى. C'est une page de l'histoire du football qui s'est écrite au Maroc, et j'espère que c'est que le commencement et qu'on va continuer d'écrire encore beaucoup de pages dans ce livre, inchallah. It was a big thing, I think, for every Moroccan in this. إنه يوم عظيم بالنسبة لنا، فبالنسبة لكل مغربي فخر كبير أن يحظى بشرف إلقاء جلالة الملك. وأنا في غاية السعادة، لقد حظيت بهذا الشرف، وهذا من بين أسعد أيام حياتي. Es increíble, no pensábamos que habíamos hecho
لم نكن نظن أن إنجازنا سيكون له كل هذا الأثر الكبير. يسعدنا أن نرى كل هذه السعادة للشعب المغربي، وهذا يعطينا قوة ودفعة لمواجهة التحديات القادمة. كما كان لنا شرف لقاء صاحب الجلالة، لقاء انتظرناه طويلا، لقد كان لقاء سعيدا جدا. Para poner orgulloso a todo nuestro país, la verdad. إحساس كبير يعني ملي كتكون مغربي وكتحس يعني بالحب ديال بلادك، وكيكون واحد الاستقبال لا من الناس لا من جلالة الملك. كنشكروا الجميع وكنتمنوا يعني نزيدوا يعني نقدموا واحد الأداء اللي في مستوى كبير اللي يخلينا يعني الناس يفتخروا به. الحمد لله. اول حاجه كنبغيو نشكروا سيدنا على هذا الاستقبال هذا اللي استقبلنا. شكرا ليه بزاف، والله ينصروا لينا والله يخليه لينا. كنبغي نشكروا ثاني حاجه بالله الاوقات اللي دوزت في الاكاديمي. الخمس سنوات اللي دوزت بلا بيه ما كنتش غادي، بلا الاكاديمي ما كنتش غادي نوصل لهذا الشيء هذا، وما كنتش نحقق هذا الحلم هذا باش نكون حداه هنايا في القصر الملكي ديالو. وكنبغي نشكرو وكنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ونزيدو نعطيو المزيد ان شاء الله باش نزيدو نفرحوا هذا الشعب ديالنا ان شاء الله. On est vraiment fier en tant que marocain, on est très heureux que sa majesté nous ait reçu. C'est un énorme rêve اي واحد. Donc voilà, on est très heureux, on voulait ramener plus البلاد ديالنا بالحق. الحمد لله حتىنا اللي كنا نقدروا نحتيو، اي اون ا ايتي ريسو ميرفيوزمون بار سا ماجيستي. شيال ريميرسي بور تو سكي في بور نو بور نوتر بوبل.